السماحة والإجابة والسؤال، دين التبسم والحوار بلا. ولتكن الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج هذا ديننا. الأخلاق الكريمة تدعو إليها الفطرة السليمة وحسن الخلق من الأخلاق الكريمة التي حث الإسلام عليه، فالصدق والشجاعة والصبر والوفاء من حسن الخلق التي يستحق صاحبها الثناء، مما لا شك فيه أن الكذب والغدر والخيانة والبخل من سوء الخلق التي يستحق صاحبها الذم. فصلاح أمريكا للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. وقيل أن أخلاق الرجال وإن نمت فأربعة منها تفوق على الكل: وقار بلا قبر، وصفح بلا أذى، وجود بلا من، وحلم بلا ذل. وسئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان قرآنا يمشي على الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هنتكلم النهاردة عن حسن الخلق مع فضيلة الشيخ محمد فهيم من علماء وزارة الأوقاف. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، شرفتنا النهاردة ونحن سعداء بوجود حضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا أستاذة هنا. هنتكلم عن حسن الخلق، وعايزين نعرف الأول صفات حسن الخلق وكيف تحدث القرآن عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله للمصطفى عليه الصلاة والسلام: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال للحبيب صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يوصف أخلاقه، قال: وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. إذن هو قدوتنا، فالله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والله تبارك وتعالى يقول في سورة آل عمران: الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شوف يا أستاذة، لما يقول والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فلما عفوا عن الناس فأحسنوا إليهم فأحبهم الله، فكان الجزاء من جنس العمل. حينما يعني سامحوا الناس وحينما عفوا عن الناس فعفى الله عز وجل عنهم فأصبحوا من المحسنين فأحبهم الله. تخيلي كده أن الله عز وجل يحب إنسانا، كيف هو؟ فيكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سأل ربه لأعطاه الله عز وجل. فيعني حسن الخلق من الدين، بل هو حصر في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلي يعني دين النبي عليه الصلاة والسلام واسع جدا، صح ولا لا؟ حضرتك قلت حديث، قلت ايه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في حديث آخر يقول في رواية أخرى: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وكلمة إنما ديت معناها أنه هو حصر رسالته عليه الصلاة والسلام في حسن الخلق. ليه بقى؟ ليه حسن الخلق دوت؟ حسن الخلق هو المعاملة الحسنة مع الآخرين، المعاملة الحسنة مع الناس، سواء كانوا أقارب أم ناس أغراب، مسلمين أو غير مسلمين، هذا ما يعني نتعرف عليه إن شاء الله عز وجل. نسمع إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام ماذا يقول: أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. نعم. الواحد بيبقى مستني يوم القيامة ده إن هو يعني ربنا عز وجل يعني بيبقى مستني حسنة. نعم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يا أمي. نعم. يعني تريدين مني حسنة؟ يا بني يعني حملتك 9 أشهر وأرضعتك 2 كاملين، سهرت لسهرك وتعبت لتعبك، هل من حسنة؟ يا أمي والله لا أستطيع. ففي اليوم ده يوم الكرب الشديد، الإنسان محتاج فعلا إلى حسنة واحدة. ماذا يقول المصطفى في الميزان بقى؟ يقول: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. بل إن الناس يعني حسنة الأخلاق دول أحب الناس إلى قلب رسول الله.
تمام. لما نيجي حضرتك ذكرت في الأول أن الإحسان من حسن الخلق، نعم، فكيف يكون الإحسان ولمن يكون؟ أحسنتي، سؤال جميل. الإحسان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه في الحديث، في حديث سيدنا عمر بن الخطاب الحديث المشهور المعروف، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ده بالنسبة للمعاملة بين العبد وبين ربه. الإحسان ده هو فعل الخير وفعل ما ينبغي، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالإحسان حضرتك مع الله عز وجل أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك شايف ربنا سبحانه وتعالى، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ فإنه يراك. أحسنتي. أما بالنسبة للآخرين، هتلاقي الآخرين عبارة عن إيه؟ عن أب وأم، عن أقارب، عن جيران، عن مسلمين عامة، عن أصدقاء، عن زملاء في العمل، عن غير مسلمين، عن حيوانات، عن جمادات. كل ده، كل هذه الأمور زي ما حضرتك بتقولي، ولمن يكون الإحسان؟ لهؤلاء جميعا. لأن المسلم أساسا يعيش في حسن الخلق. اسمعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. زعيم، زعيم يعني ضامن بداية الجنة لمن ترك المراء وإن كان عنده حق. الناس اللي بتقعد تجادل على طول على الفاضي وعلى المليان، دول النبي عليه بيبشرهم: لو أنت هديت كده وسمحت أخاك، زعيم ببيت في ربض الجنة وإن كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، إن كان حتى بيهزر. شوف بقى الحديث بقى يقول: وزعيم في ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. تمام. نرجع تاني ونتكلم برضو عن الإحسان ولمن يكون، بس هناخد اتصال من رشا. اتفضلي يا أستاذة رشا. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم، معنا اتصال. أستاذة رشا، واضح ان في مشكلة في الاتصال، حاولي تتصلي بينا مرة تانية يا أستاذة رشا. هنرجع تاني يا فضيلة الشيخ ونتكلم عن الإحسان لمن يكون. يكون فقط للمسلمين أم للأقارب أم لغير، لكل الناس عامة، سواء المسلمين أم غير المسلمين؟ الصحابة، نعم، بأخلاقهم دخل الناس الإسلام، بأخلاقهم بس، بدون أنه هو يقول له تعالى أسلم وخش الدين فيه كذا وكذا وكذا وكذا، بمجرد معاملة حسنة. إذا بالناس: من أنتم؟ قالوا: نحن مسلمون. فإيه الإسلام؟ 1 2 3. فبهذه المعاملة الحسنة أسلم الناس. تمام. لما أجي بقى أقول إيه حسن الخلق في مجتمعنا، احنا فاهمينه ازاي؟ فاهمينه فقط يعني دايما الناس، انا بشوف الشيخ بيروح يصلي في المسجد، دايما برضو ان البنت المنتقبة خلاص هي كده متدينة، هي دي الاخلاق او الاخلاق الاسلامية فقط، بدون بقى المعاملة. فين المعاملة في الاسلام؟ اسمعي يعني الى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين المعاملة. تمام. بس الدين المعاملة. الناس يعني اللي فاهمة ده فاهمة غلط. فاهمين الاسلام في الجامع، فاهمين الاسلام في حجاب، في استغفار، في قراءه قران. والله العظيم في ناس حافظه القران تمام ولا ما بتعملش ولا يعملون به. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشه رضي الله عنها عن اخلاقه قالت: كان خلق كان ايه؟ قرانا يمشي على الارض. يعني كان بيطبق القران على نفسه عليه الصلاه والسلام. ايوه، ما هو معنى قرانا يمشي على الارض هنا ايه؟ مش فقط ان هو بيطبق كل حاجه، كله صغيره كبيره. أهم من حفظ القرآن هو الفهم والتدبر. نعم، والعمل به. والعمل به بالظبط كده. فبالتالي أنا محكمش على الناس بالمظاهر بس، بمظاهر الإسلام. اللبس مش هو ده الأخلاق. شوفي حضرتك، لما واحد جه يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد في سبيل الله، أنا عايز أبايعك على الجهاد والهجرة في سبيل الله. تمام. ماذا قال الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ نعم، قال له: معنا اتصال. معنا اتصال، معلش. اتفضلي يا أستاذة أميرة. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بصي، بعد اذنك، انا كنت متجوزه بقالي سنتين. تمام. متجوزه بقالي سنتين. وبعدين جوزي قال لي تعالي نعمل عمره. فقلت ماشي، فروحت عملت العمره وجيت. يعني بعد ما جيت من العمره تعبت وكره البيت وكده وتعبانه خالص، ورحت الدكتور واثنين وثلاثة، ويعني قال لي لما بتتعبي القولون بيتعصب وكده يعني. ولغاية دلوقتي بفتكر ان انا هموت بكرة، كل حبة استنى الموت من ساعة ما جيت من العمرة. تمام. سؤال حضرتك بقى فين يا استاذة؟ ايه سؤال حضرتك؟
ما انا بقول لك يعني على تعبانة كده. نفسيا، خايفة، ايه خايفة. يعني حضرتك خايفة؟ حضرتك خايفة تعبانة نفسيا يعني؟ اه تمام طيب. ماشي. عند حضرتك سؤال تاني؟ بصي بصي، هو مش تعب يعني. لا عايزاكي تجاوبيني على كده. طيب تمام ماشي، شكرا جزيلا لحضرتك، سؤالك وصل. طيب هنا الرد عليها هيبقى ازاي بقى؟ هنا الرد عليها ان هي يعني تهدي اعصابها وتحمد ربنا ان ربنا من عليها بعمره. معظم الناس دلوقتي مش قادرين يوصلوا للعمره، طب ما انا فانت يا كنت استاذ عايزه امير اعرف السبب برضو ان ربنا هي كرم. راجعه متضايقه ليه. هي متضايقه؟ لا ده هي تعبانه نفسيا بتعب، يعني دي حاجه خاصه بيها، يعني بتقول لك انا تعبانه نفسيا خايفه لحسن اموت. ربما يكون لما راحت عملت عمره تذكرت اشياء في حياتها، فهذه الاشياء جعلتها ان هي خايفه من ربنا اكتر، طيب مع ان بالعكس يعني المفروض انها تحب ربنا وتعرف ان فضل الله واسع يا استاذ امير، ما ربنا عز وجل غفور رحيم. النصيحة بقى اللي أنا عايزة النصيحه برضو ان هي أعرفها من يعني سيدنا. كلنا كده كده هنموت، يعني سيدنا نوح عاش مثلا اكتر من 1000 سنه صح، وفي اه الاخر ايه؟ تمام مات. مات صح. سالوه يعني كيف كانت الدنيا، قال كانها دار لها بابان، دخلت من احدهما وخرجت من الاخر، تمام، بس كده هي دي الدنيا. يعني كلنا فالدنيا كده هنموت كده يا ونموت. استاذ اميره كلنا هنموت، وكل الناس هتقابل ربنا سبحانه وتعالى عاجلا ام اجلا. بالعكس انت لما عملت عمره وربنا كرمك بهذا العمل الصالح، والعمره حج اصغر، قال تعالى واتموا الحج والعمره لله، وقال في سوره التوبه يوم الحج الاكبر، يعني معناها ان العمره حج اصغر، فانت حجيتي حج اصغر لله عز وجل، وطفتي وصليتي هناك وسعيتي، والركعه هناك ب100,000 ركعه تمام. فربنا عز وجل من عليكي بهذه النعمه، فاحمدي الله عز وجل وما تخافيش من ربنا. ربنا ارحم بيكي من اي حد في الدنيا دي، اي حد يكون حنين عليك وكويس معاكي، سواء زوجك او والدتك او ابن او اي حد، اعرفي ان ربنا احن عليك وارحم بيكي من اي حد. تمام. نرجع تاني لحسن الخلق، كيف كانت أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. وكيف يعني أذكر لنا مواقف من حسن خلق الرسول عليه صلى الله الصلاة عليه والسلام. وسلم؟ والله مواقف النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، يعني لا تعد ولا تحصى. أنا كنت في صدد الحديث مع حضرتك إن الراجل ده يقول له يا رسول الله أنا جاي أبايعك على الجهاد والهجرة في سبيل الله، في حاجة أعلى من كده؟ هيحارب في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا الإيه؟ السفلى. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام ألك والدان حي أو أحدهما؟ قال كلاهما يا رسول الله. قال اذهب ففيهما فإيه؟ فجاهد. فجاهد. أحسنت. نعم يبقى هنا من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يحث الناس على حسن الخلق. نعم يعني تمام. طاعة الوالدين أيضا يعني من حسن الخلق. ده مش من حسن الخلق بس، ده هي من عباده الله عز وجل. تمام. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسان، إحسان. نعم بعد عباده ربنا عز وجل هي البر بالوالدين. بالوالدين. يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. هم دول حسن الصحبه، ان انت صاحبهم مصاحبه كويسه، مش يبقى مثلا في النادي بيقول له يا كابتن، وفي الجامعه يا دكتور، وفي ما اعرفش فين يقول له يا باش مهندس، وبعد كده يجي ينده لابوه مثلا يقول له انت او انت مثلا. لا يبقى في احترام، في حضرتك، في حضرتك، فيه يعني ايه، فيه ادب مع الوالدين. تمام. برضو لما ارجع تاني واتكلم عن الصفات الاخرى التي يعني كانت من من الرسول حسن الخلق زي ايه؟ زي ايه؟ زي مثلا كتم الاسرار، اسرار البيت، ان انا دي ان انا احافظ على بيتي، وان انا مثلا احترم مراتي ومراتي تحترمني. تمام. هذا ملك من ملوك الدنيا كان سيء الخلق، وعنده عامل حسن الخلق وزوجة صالحة، إلا أن هذه الزوجة كانت جميلة، نعم، كانت ملفتة للنظر، نعم، ربنا عز وجل أعطاها. نعم. فالملك شافها في يوم من الأيام فأعجب بها، من نعم. هذه؟ قالوا إنها زوجة فلان، فاستكثر عليه زي ما بيقولوا كده، الكحكة في يد اليتيم إيه؟ عجبه. عجبه. خد بالك إزاي؟ اه فالملك طبعا عشان هو الملك، نعم فإزاي إن الراجل العامل الغلبان دوت يبقى عنده هذه الزوجة؟ فأرادها طبعا، ما ينفعش إن يتجوزها لأنها من الست متجوزة يعني، فأرادها في ما يعني يغضب الله عز وجل. ماذا فعل؟ شوفي بقى اللي هيحصل في السيناريو دوت عشان تعرفي حسن الخلق وصل لحد فين وسوء الخلق وصل لحد فين. الملك لما أعجب بهذه الزوجة أرسل زوجها في مهمة، كتب رسالة لواحد من الناس في بلد ما هتاخد لها بتاع 3 4 أيام، فيا فلان نعم يا سيدي خد الرسالة دي وديها لمين؟ لفلان في البلد الفلاني. تمام. جه الراجل آخر النهار قال لمراته أنا بكرة إن شاء الله مسافر، جهزي لي يعني هدمتين، أنا إيه بكرة إن شاء الله مسافر. خد نفسه وخد الرسالة ورايح البلد اللي هو إيه مأمور إن هو يوصل الرسالة فيها. تمام.
فالملك لما عرف وتأكد ان هو خرج من البلد خلاص، عمل ايه؟ خد بعضيه وراح لبيته، بيت الراجل، طبعا مراته وحديها. طرق الباب، من؟ قال انا الملك. الملك، الملك نفسه جاي، يا نهار ابيض. طبعا بقى جوزها مش موجود وهو ملك، يعني هو صاحب السلطه، المفروض تخاف منه بتاع. نظرت الى وجهه فوجدت فيه الشر. رجل سيء الخلق، وجدت فيه الشر فارادها عن نفسها. قالت يا سيدي ان الاسود، انت راجل اسد يعني، ان الاسود تابى ان تشرب من بئر ولغت فيه الكلاب. ما ينفعش يعني، ما اخد بالك ازاي؟ فابعد عني. وبدات بقى تذكره بالله عز وجل، وبدات تذكره بربنا عز وجل، انه يراها وانه مطلع وانه وانه وانه. فلا، ما فيش فايده. حاول معها مرارا وتكرارا، لا ايه، الموضوع صد فاحرجته. لقى نفسه زين الملك ويهزأ بهذه الطريقه يعني. وبعدين من ان هو عايز يعني يعمل نفسه ان هو راجل يعني ايه، حاجه جامده، كان ايه، قلع الحذاء بره، فنسي الحذاء بتاعه قدام باب الراجل دوت الفقير، وخد حصانه ومشي. تمام. الراجل الفقير بقدر ربنا في وسط الطريق افتكر ان نسي حاجه في البيت، فرجع تاني. لما رجع لقى حذاء الملك فين؟ قدام باب البيت بتاعه. فعرف، قال لك ده ملعوب، ده اتفاق بين مراتي وبين مين؟ وبين الملك. خلاص. رجع تاني، ايه، قال خلاص مش هينفع اخبط بقى على الباب، ده الملك جوه، ده انا هيموتني، هيؤمر، هيقول عليا ده كذا وكذا، ده ارهابي، ده كان عايز يقتلني، ده اي حاجه، اي اتهام، ده الملك بقى نفسه. تمام. فخد بعضه ايه ورجع تاني. فهو راح وصل الرساله، وبعد يومين ثلاثه رجع للملك، قال له وصلت الرساله لفلان وبيقول لك كذا وكذا وكذا. فاعطاه الملك مالا كثيرا. تمام. كده هو اكد عنده ايه؟ الشك اكتر، صح ولا لا؟ يبقى كده ان ايه، لا، ده مراتي وقعت فيما يغضب الله عز وجل. فراح السوق، اشترى شويه ملابس، حاجات جميله، وراح لمراته. ايه ده كل ده؟ قال لها الملك اداني علشان خاطر ان انا ايه، راجل يعني مطيع وكويس وبتاع، بس انا عايز منك حاجات اللي انا عملت له. قال لها عايزك تروحي بيت اهلك تقعدي يومين ثلاثه كده، ايه، تتمتعي بالحاجات دي. خدها بيت اهلها وسابها هناك بقى، يوم، اتنين، اسبوع، شهر، شهرين، 3 شهور، مفيش اخبار، ما سالش عليها. فاخوها قال انا، يا الله، يا بنتي فيه مشاكل بينك وبين زوجي؟ قالت له لا والله ما فيه. طبعا هي ايه، كاتمه السر اللي حصل يعني، وطبعا في دماغها ان جوزها مش عارف حاجه يعني. فاخوها راح يسال عن مين، عن زوج اخته. راح خبط عليه، نعم، الملاهي موجود. طيب يا ابني انت سايب مراتك ليه بقى لها 3 شهور؟ قال له انا مش عايزها، انا هطلقها. طب ليه يا ابني؟ قعد يحاول معاها، يحاول مره واثنين وثلاثه، ما عرفش ياخد منه ايه، جواب نافع. ليه بقى؟ عشان الراجل حسن الخلق ما بيطلعش سر بيته حتى لاقرب الناس. مش البنت النهارده لو حصل بينها وبين زوجها اي حاجه، يعني المنطقه كلها تبقى عارفه. الشك وقد تحول اليقين، ومع ذلك هو ما اتكلمش. احسنتي. ومع ذلك لا، هو مش يقين بدرجه 100%، لكن هو وصل لدرجه عاليه، يعني اقول 90% مثلا، 95%. فطبعا هو ستر على مين؟ على مراته. كان هو كان ممكن يقول لاخوها ده حصل منها 1 2 3. كان اخوها لو سمع القصه زي ما بيقول لحضرتك كده، هيقول له انا رجعت لقيت الحذاء بتاعه قدام الباب ورجعت يعني خفت على نفسي يعني. فقال له لو ما اتكلمتش معايا بصراحه انا هروح اشتكيك للقاضي. قال له اعمل اللي انت عايزه. اعمل اللي انت ايه عايزه. القاضي بيقعد في الجلسه بتاعته مين؟ الملك نفسه. يعني بيسمع جلسات القضاء، بيقعد يسمع يعني الملك. شوفي بقى اللي حصل بقى، السيناريو بقى اللي هيبين للناس كلها، الناس اللي بتسمعنا دلوقتي، الناس اللي مشاكلها في البيوت مش عايزه تخلص عشان خاطر اي حاجه بتحصل. طبعا افشاء السر والمعامله السيئه مع الزوج والمعامله السيئه مع الزوجه، ده كله دوت ليس من الاسلام في شيء، انما هذا دخيل على الايه، على المسلمين. صليت على الحبيب عليه الصلاه والسلام. فالمهم طبعا في اتصال ولا حاجه؟ لا لا، طيب بس انا اشوفك تستعدي كده. المهم، فين؟ في مجلس القضاء. راح اخو الزوجه قال له يا سيدي هذا زوج هذا الرجل، ما قالوش زوج اختي، لا، قال له هذا الرجل اخذ مني بستانا، سلمته بستانا جميل الحوائط، اوراقه خضره، ماؤه عذبه، لكنه يا سيدي انتفع باوراقه واشجاره ومائه وكذا وكذا، ورد علي بستاني، رد علي بستاني غير سليم. يعني مش اللي هو البنت برضو، غير بنت البنود، غير اللي المتزوجه. هو بيتكلم عن مين؟ عن اخته، يعني على اساس انها بستان. تمام. فقال له ايه رايك في الكلام دوت؟ قال له يا سيدي هذا البستان الذي سلمه اياي والله لقد رددته احسن مما كان. برضو البستان اهو احسن مما كان. وساله فساله، قال له فعلا احسن ما كان؟ قال له نعم، لكنني استاذنك يا سيدي ان تساله لما رد علي البستان.
ها ايه السبب بقى؟ انا عايز بقى عايز يستخرج من الزوج قدام القاضي، ها السبب ده. السبب. انطق بقى. تمام. فقال: يا سيدي، في يوم من الايام دخلت البستان فوجدت اثرا للاسد هناك، فخفت على نفسي من الاسد. تمام كده، خفت على نفسي من الايه؟ الاسد. الاسد هياكلني. فالقاضي كان قاعد، كان متكئا فاعتدل. طبعا هو سمع الحوار وعارف الزوج ده لانه اصلا عامل عنده، فاعتدل وقال، راح اتكلم بقى الملك نفسه، قال له: اسمع يا هذا، ان هذا البستان الذي دخله ورايت اثر الاسد فيه، ان الاسد لم يؤثر فيه بشيء، ولم يلمس من اوراقه شيء، ولم يشرب من مائه، ولم يفعل اي شيء في بستانك، فاطمئن فانه اطيب البساتين. تمام. فرد بستانك مطمئنا ولا تخف. بهذه القصة رد طبعا مراته تاني، والدنيا ايه بقت؟ تمام. بسبب الستر، انه تخيلي لو في البداية خلاص قال له اختك حصل منها كذا وكذا، كان يحلها مع بعضهم وتنتهي الايه، وتنتهي المشاكل، هتكبر، انت ازاي تشك فيا، هتنتهي بطلاق. ازاي بالظبط. تشك في اختي، وزي ما بنشوف اليومين. وهيقول له طبعا الدليل، هيقول له الدليل ان انا لقيت كذا وكذا وكذا. تمام. ماشي. احنا معانا اتصال، اتفضلي يا استاذة زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير. حضرتك بصحة وسلامة. لو سمحت أنا عايز أسأل سؤال. إيه فضل العشر أيام الأوائل من شهر ذي الحجة، وإيه العبادات المستحبة فيه؟ تمام، ماشي يا أستاذ زينب، شكرا لحضرتك. سريعا بس، هو فضل طبعا العشر الأوائل من أيام ذي الحجة دي، عايزة حلقة لوحدها. والله هي لو هي ممكن تخش في حسن الخلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. نعم. يعني ما فيش عمل صالح هيكون احب الى الله من العمل الصالح في الايام العشر الاواخر دي، الاوائل دول يا استاذه زينب. تمام. فالا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، خد ماله كله وخد نفسه كده وركب حصانه او ركب طيارته ولا عربيته وراح جاهد في سبيل الله لتكون كلمه الله هي العليا وكلمه الذين كفروا السفلى، فقتل في سبيل الله وماله كله راح في سبيل الله. ده الراجل ده يا دوبك هو ده بس اللي ايه، يعلو على الانسان اللي يصلي، الانسان حسن الخلق، الانسان الذي يحسن الى الاخرين، كل هذه الاعمال الصالحه. والاعمال الصالحه مفتوحه يا استاذه زينب، حتى الصيام في التسع ايام الاوائل دول نصوم، ومنهم يوم عرفات الذي يكفر الله به عامين، عام ماض وعام مقبل باذن الله عز وجل. تمام. نرجع تاني لحسن الخلق. تمام. ولو اتكلمنا عن القصص والعبر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كثيره يعني لا حصر لها. احسنتي. فذكرنا كده ببعضها. اسمعي الى رسول الله عليه الصلاه والسلام الذي سئل، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني من احب الناس اليك يا رسول الله؟ قال: ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا احاسنكم اخلاقا. نعم. حبيب النبي عليه الصلاه والسلام: ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم ايه؟ اخلاقا. والنبي عليه الصلاه والسلام، انت لو بصيت بقى في الاخلاق، طبعا الاخلاق ده امر شامل لكل شيء. تمام. فيندرج بقى تحته. الناس بتدخل ليه الاسلام؟ ما بتدخل عشان حسن الخلق. يعني تمام. انا برضه انا عايزه اعرف المجتمع الاسلامي دلوقتي هل يعني يتصف بحسن الخلق ام انه تخلى عنها؟ للاسف تخلى عنها. السبب بقى، السبب بالتاكيد تخلى عنها، اللي احنا بنشوفه في الشارع، اللي بنشوفه في المواصلات. السبب هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. ده اللي حاصل، ان الدنيا فتحت علينا وانشغلنا بها. نعم. بعدنا عن بيوت ربنا، بعدنا عن اخلاقنا، بعدنا عن قيم اسلاميه. انشغلنا بها بمعنى ان احنا اصبح احتياجاتنا المتطلبات الحياه في تزايد مستمر. هي في تزايد، لكن للاسف احنا نجهل المعنى الحقيقي والجوهر لهذه الاخلاق. الاخلاق هي سهله، بمعنى ايه؟ انا دلوقتي يعني هتعامل مع الاخرين، هتعامل بكل شياكه زي ما بيقولوا، هتعامل بكل رحمه، بكل لين. ليه بقى؟ يعني احب للناس كما تحب لنفسك، كما ان انا بحب ان الناس تحترمني، الناس تتعامل معايا كويس، الناس تتعامل معايا بصدق. هقول لحضرتك حاجه، الاخلاق الحسنه دي بيحبها المسلم وغير المسلم. تمام. طبعا حتى المقوله اللي تقول لك ان انا ذهبت الى الغرب فوجدت اسلاما بلا مسلمين، وذهبت الى الشرق فوجدت مسلمين بلا اسلام، مقوله خاطئه.
مقولة غير صحيحة بعد احترامي لصاحب المقولة. يعني ليه بقى؟ ان هم هناك يعني اخلاقهم الكويسة ديت مش بسبب دين ولا تدين ولا خوف من ربنا ولا حب بسبب ربنا، انسانية انسانية وتقدم وفهم وكل حاجة. لكن لو الكهرباء مثلا قطعت، شوفي سرقات بتحصل قد ايه، تمام، الاغتصابات بتحصل قد ايه، شوفي اللي الدنيا مفتوحة هناك. لكن احنا عندنا بنعمله تدينا لله، خوفا وحبا وتعظيما للملك سبحانه وتعالى. فلما بنكون بارين بوالدينا، لما نكون بجيراننا بنكون كويسين، تمام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجي له راجل يقول له: يا رسول الله، كيف اعلم اني احسنت او اسات؟ انا عايز اعرف كده الترمومتر بتاعي ايه اللي بيخليني ان انا كويس وايه اللي بيخليني ان انا مش كويس. قال: ان قال عنك جيرانك احسنت فقد احسنت. تخيل ان الجيران دول الميزان بتاع الانسان، ان قال عنك، لان هو كتر طول العشره بين بعضهم بيحصل من الواحد حاجات، تمام، بتخليه ايه، يظهر على حقيقته. لا، ولكن انا شايفه ان دلوقتي حتى لما المجتمع بيحكم على الانسان بحسن الخلق، لا، بيحكم عليه بالظاهر بس، مش بالتعامل. اكيد، بس يعني هو الظاهر دايما ده. حكمنا بيبقى على معلش الظاهر الخارجي. زي ما قلت لحضرتك برضو في الاول، هو بيروح المسجد، هو لابس جلابيه وملتحيه، احنا لينا كده يا فندم، احنا لينا كده. لا، احنا لينا لينا ان هو يعملنا كويس. الدين قال لك معامله، ما قالش. هو ده اللي بتكلم فيه، اللي هو الظاهر، المعامله الظاهريه. طبعا احنا نتكلم على كده برضه، بس هناخد اتصال من استاذ ايهاب. اتفضل يا استاذ ايهاب. ايوه يا استاذ ايهاب، اتفضل. الاتصال موجود ولا اتقطع ولا ايه؟ السلام عليكم يا استاذ ايهاب. طب الخط فصل، اتواصل معانا مره تانية يا استاذ ايهاب. ماشي. يعني انا قلت لحضرتك دلوقتي، للاسف الشديد قد يكون الشخص ملتحي او ست منتقبه، فانا بحكم عليها بالتدين. ليه؟ لان انا شفتها كده، على الرغم ان هي ممكن تكون مع جيرانها سيئه، ان هي تكون ممكن اصلا اخلاقها مش كويسه. بمعنى اولا حق الجيران مش بتعطيهوله، او حق الجيره، ده حديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حق ايه تاني برضو؟ اللي هو المعامله بقى مع قرايبها، مع اهل زوجها، يا رسول الله ان فلانه. وكمان انا برضو هنسال طبعا عن حسن الخلق، يكون من مسؤوليه مين؟ مسؤوليه الدوله ومسؤوليه الاباء. انا دايما بسمع ايه، انا اولادي متربيين احسن تربيه. طب بأمرت ايه؟ هو شايفهم متربين احسن تربيه، هم زي ما بقول لك بيلبسهم النقاب وتمام على كده، خلاص ان كده بناتي بقيوا اخلاق ما فيش بعد كده. طب لازم انا افهمه الاول. لا حضرتك، هو الدين ما قالكش اللبس مطلوب، الاحتشام مطلوب، ولكن هو مش كل الدين، تمام، وان كان جزء منه هو مش كل الدين. الدين في حاجات كتير اهم بكتير. احنا دلوقتي لو عندنا باشمهندس غلط في شغله بيقولوا فلان ده غلط، ولو الدكتور غلط في التشخيص بتاعه، الدكتور ده فلان ده مثلا ده مش كويس او فيه وفيه، ماشي. لكن لو شيخ غلط او واحده منتقبه غلط، بيقولوا ايه، احنا بنكره كل المنتقبات، احنا بنكره كل الملتحين. وده فهم خاطئ للاسف الشديد. سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام لما سئل قالوا: يا رسول الله، ان فلانه صوامه قوامه لكنها تؤذي جيرانها. قال: هي في النار. ان فلانه يا رسول الله تصلي فقط وتصوم على حسب الاستطاعه لكنها تحسن الى جيرانها. قال: هي في الجنه. نعم. شفت قد ايه؟ زي ما حضرتك بتفضلتي ان هو مش كل الدين، انما الدين هو المعامله الحسنه مع كل الاشخاص، يعني حتى مع المخالف مع في العقيده. سيدنا عمر بن الخطاب يسمع يهودي راجل كبير في السن يطلب مالا، تمام، فقال: ما هذا الرجل؟ قالوا: انه يهودي يطلب طعاما. ما الذي اوصله الى هذه الحاله؟ راجل يهودي، المفروض اليهود يعني بتوع اقتصاد ومعروفين يعني، تمام. فاليهودي ده كان رجل كبير ووصل به السن الى هذه الحاله، وهو شاب كان يدفع الجزيه. معنا اتصال. احنا معنا اتصال، اتفضلي. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي كنت عايزه اسال الاستاذ، هو الاستاذ بتكلم عن الجار، فكنت عايزه اعرف الجار السوء، يعني الجار الكذاب المغتاب النمام اللي بيكره جاره يعني وبيفتكره بكل سوء وكل شر، بيحب له الشر يعني معنى اصح، ازاي انا اتعامل مع زي اليهود اللي كان بيرمي القاذورات امام باب الرسول صلى الله عليه وسلم، بس مع الفارق يعني ده للاسف يعني مش يهود بس اخلاقهم اخلاق اليهود. للاسف الشديد مستفزين لجارهم، ويتاجي تثبت او تواجههم باي كلام
ما قالوش ما عملوش ما بس سووش. انا عايز اعرف حضرتك منين، بس هو حضرتك منين؟ انا دوابه من اسوان. من اسوان ماشي. بس للاسف بعاني من نماذج الجيران السو. تمام ماشي. وللاسف خلافات كثير بسبب الجير السو. فحبر في الناس كذابه ومغتابه ونمامه وناس مش كويسه خالص يعني، وما يعرف الواحد ما يعرفش يتعامل معاهم بصراحه. تمام. يعني بيضطر الانسان يصطدم معاهم ولازم يعني يتعدى معاهم في الالفاظ عشان يلزم حدهم. فالجيران السوء ده انا مش عارفه الجيران السوء دي الواحد يتعامل معاهم ازاي. ما طبعا حضرتك احنا بنتكلم عن حسن الخلق، ومن حسن الخلق طبعا حسن الجيره اهم شيء. هنرد على سؤال حضرتك طبعا. خلاص سؤال السؤال حضرتك وصل. ده بيخلي الانسان يدعي عليهم يعني. ماشي. هي متضايقه جدا. اشكر حضرتك، سؤالك وصل يا فندم. شكرا لحضرتك. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان طالع على المنبر قال امين ثلاثا. قالوا يا رسول الله ما عهدناك فعلت ذلك؟ قال نزل جبريل عليه السلام وقال رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفر له قل أمين قلت أمين. رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل أمين قال قلت أمين. قال رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل أمين فقلت أمين. تمام. هذا الرجل بيدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما يكون سيدنا جبريل يجي وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني يؤمن على دعائه يصل به الامر الى ايه؟ الى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل سيدنا جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه ايه؟ سيورثه. يعني هينزل تشريع فيه توريث للجار. الجار ده يا حاجه انت تتجنبيه، انت تتجنبيها على جنب خالص وتحاولي ان انت يعني سلام ربنا فقط على قدر المستطاع، لكن تعملي مشاكل معاه وترفعوا اوضاع على بعضيكم ويكون النفوس شايله من بعضيها. الجار يعني ربنا عز وجل وصى عليه في القران الكريم، وصى عليه في سنه النبي عليه الصلاه والسلام، فكل هذه التوصيه لك الجنه ان شاء الله عز وجل، لان صبرك على الجار السوء ان شاء الله عز وجل يعني ايه يرحل يجيله اي حاجه ثانيه يعني. فانت اصبري عليه لغايه ما ان شاء الله ربنا عز وجل يعني ايه هيريحك منه خالص. وللاسف الشديد فده ابتلاء على فكره. لا للاسف الشديد برضو يعني مش هي لوحدها، هتلاقي حضرتك كتير يعني احنا بنشتكي من معظم الناس من سوء الجيران طبعا. تعرفي حضرتك في حادثه حصلت في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، كان راجل جه يشتكي زي الحاجه كده يعني وصل بيه الامر بيقول له خلاص انا مش قادر عمال يأذي فيا يا النبي صلى الله عليه وسلم. طب زي بعض وسامحه، طب اتعامل معاه كويس زي ما انا بقول للحاجه يعني انت اتعاملي معاه سلام ربنا وخلاص وابعدي عنه. برضو في ناس كده حتى لو رميت السلام ما يردش السلام، او ممكن يشتم مثلا يعني يبقى فيه او يعمل اي حركه كده تضايق الواحد اكتر يعني خلاص. فالراجل عمال يشتكي لجاره للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل بقى الحل بقى الاساسي طبعا، بس مش بنقول الحاجه يعني الحاجه انها تحل يعني. الحل النبي صلى الله عليه وسلم اداله حل كان رهيب جدا. عارف عمل ايه؟ قال له هات العفش بتاعك وحطه في الشارع. احنا كده مصريين او كبشر لما نلاقي حد حط العفش يا ترى هو بيعزل ولا لا. فقال له حطه في الطريق في قارعه الطريق، كل اللي يعدي يسالك مالك انت حاطط انت هتعزل انت ماشي؟ ما تقول لهم لا مش ماشي بس فلان بيأذيني. فالناس قعدت ايه تلعب في فلان وتسب في فلان لغايه ما الراجل جه اعتذر له لما عرف القصه. تمام. جه قال له بالله عليك خد حاجتك يا عم وانا اسف جدا وابوس رجلك وراسك تسامحني وكذا وكذا وكذا. وكانت الحل كان جذري من سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، ان انت خد حاجتك وعرف الناس ان الفلان ده بيأذيني. ده يا حاجه لو وصل به الامر ان هو بقى اذيته يعني وصلت لدرجه صعبه يعني. لا انا عايزه نصيحه بقى للجيران بالذات، لان دايما يعني لا الناس بتشتكي كتير من سوء الجيران ومن المعامله السيئه من الجيران. فعايزين نصائح كده، وخاصه ان طبعا يعني حق الجيران ده من حسن الخلق. وظل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ويكفيه ان هو مذكور في القران الكريم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب. في جار حضرتك يا استاذ هنا بيبقى ليه يعني اكتر من حق، تخيل ازاي؟ ممكن يبقى ليه مثلا ثلاث حقوق على الانسان. مين هو الجار؟ انهي جار؟ اللي هو قريبك، يكون مثلا قريبنا ده ليه ثلاث حقوق، حق الجيره، حق الاسلام، حق القرابه. يبقى كده كم حق؟ ثلاثة. حق الجيرة، حق الإسلام، لأن المسلم أنت المفروض أن تتعامله معاملة حسنة، صح ولا لا؟ حق القرابة. وفي واحد جار بيبقى ليه حقين بس، اللي هو مسلم، الجار المسلم ده ليه حقين، حق الجيرة وحق الإيه؟ الإسلام. تخيل يعني واحد ليه عليا ثلاث حقوق وكمان بأذيه،
او واحد يكون ليه حقين وكمان باذيه، وفيه واحد ليه حق واحد وهو الجار غير المسلم. تمام. له حق الجيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم له يعني له جار يهودي. برضو ان حسن الخلق كان سبب يعني في اسلام كثير من اليهود. احسنت. الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب اسلم على ايدهم الجيران السيئين. نعم. اللي كانوا يهود، وبسبب حسن الخلق اسلم على ايدهم يهود. عرف النبي صلى الله عليه وسلم طفل صغير مريض كان جاره، فذهب اليه وقال له قل لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم. فنظر الولد الى ابيه، فابوه كان يهودي على فكره، عارف قال له ايه؟ قال له يا بني اطع ابا القاسم. قال له اطع ابا القاسم. صغيره وشايف سيدنا النبي جنبيه وعايشين ازاي. خلي بالك والله العظيم في ناس في ما يكونوا عايشين مع بعضهم بيقول لك فلان ده ما حصلش، بس لازم نعرف ان كل ان احنا بشر. يا جماعه الخير، استاذه هنا بتقول الجيران دلوقتي المشاكل بتاع، احنا بشر فينا الخير والشر، لو فعلنا الخير هيزيد ولو فعلنا الشر هيزيد، فينا الاثنين. ونفس. نعم. وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. لأن الخلق. نعم. على ثلاثة أنواع. نعم. خلق فيه خير. للأسف الشديد أنا حلقتي انتهت زايس. معلش، ولكن نصيحة في النهاية، إذ لم يكن لديك شيء لتعطيه فتصدق بالكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة، وعامل الناس بحسن الخلق. ولا تستحي من إعطاء القليل فالحرمان أقل منه. أشكر أستاذ محمد فهيم، نورتنا النهاردة فضيلة الشيخ من علماء وزارة الأوقاف. ربنا يبارك في حضرتك. إن شاء الله نلتقي في حلقات. طيب. أخرى. أنا أقول بس حديث أخير، ثانية واحدة بس، ثانية. طيب. بالظبط. لا تحقرن من المعروف شيئا. نعم. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. تمام. سيدنا النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام. أشكركم مشاهدينا، وإلى لقاء آخر، وهذا ديننا. والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال، دين التبسم والحوار بلا جدال، فيه التوسط في الأمور والاعتدال. قناة الصحة والجمال، اتصل على